انني ولد مدينه سالا كنرشح حزب التقدم والاشتراكيه. حاليا هما اللي عندهم مصداقيه، والسيد وكيل لائحه كيبان لي عنده واحد المصداقيه في البرامج اللي كيقول واللي عطانا في الوثائق ديالو. وبحكم انه اول مره غادي يترشح، ماشي بحال يعني وكلاء اللائحه اللي دازوا قبل والاحزاب اللي دازوا قبل، عطاونا وعود وما داروا حتى شي حاجه. وحنا كنتمنوا الخير ان شاء الله في هذه السنه ديال 2021 تكون شويه ديال الشفافيه والمصداقيه وتكون الامور على ما يرام ان شاء الله. التغيير اللي بغينا حاليا هو انه بغينا تغيير، يعني المدينه بغيناها تبدا تستقطب شويه ديال السياح وشويه ديال التجاره. حنا دابا كتجار مدينه سالا لاقين مشاكل كثيره من ناحيه الطرق، من ناحيه لي باركينغ، من ناحيه الجريدات، الدراري الصغار ما عندهم فين يلعبوا، يعني بزاف ديال الامور كتعاني من الساكنه ديال سالا، امور كثيره. انا من مدينه سالا قديمه في الملاح، هنا في الملاح مده 60 عام ولا اكثر. فعمر اول واحد تنترشح عليه، اخر واحد تنترشح عليه تيدينا الله هو المسيو الزرق. كيوقف معنا بانتخاب او لا بلا انتخاب كيوقف معنا، اي حاجه كنوقفوا عليه كنمشيو كيوقف معنا فيها، ماشي حتى تيولي هذه الحمله ولا شي حاجه، لا كيوقف معنا بلا حمله بلا والو. وقفنا على مرض، على طبيب، على جنازه، اي حاجه كيوقف معنا فيها، الله يوقف معاه، والله يجعل ربي يسلم الامور كاملين. هادشي اللي طبنا الله هنا، عكسها مول شي واحد ولا يغير شي واحد. كتشوفي الراجل المناسب في المكان المناسب. المناسب هذاك ديالنا سنين وحنا معاه، ماشي حتى جا هاد الترشيحات زعما جينا عنده ولا وقف معنا ولا لا. اي لحظه كنعيط له في التليفون، الا ما حضرش كيحضر شي واحد منه كينوب عليه كيجي لعندنا. اي جنازه، اي مناسبه، اي مرض، اي شي حاجه كيوقف مريض يعطي داوينا يعاوننا في دواء بلا ترشيح بلا والو. نهضروا بصراحه وديما الصراحه، عينا من هاد الوجوه، بغينا وجوه جديده، وجوه جديده اللي غنثيقوا فيها. اما هادو راه من عام 1999 وحنا تنشوفوا الى يومنا هذا. حنا بغينا وجوه جديد بحال الشكل ديال برا، مثلا برا في اوروبا تنشوفوا انتخابات زوينه تتنتخب عليه، اسمح لي تتنتخب عليه ورا المحاسبه. هادو لا محاسبه لا حتى شي حاجه حتى والو. السميات هادو حتى واحد فيهم ما يقدرش يخدم مدينه سلا. اختي راه هاد السميات هادو اللي هضرتي عليهم راه دازو ونضرب صراحه، دازو. وهاد العب الضعيف اللي تشوفيه راه سوت عليهم والله القسم، تحفك بالله راه الله شاوني تمشي تقلب عليه والله ما تتلقاه، تتلقاه في شي حاجه اللي وقف عليها ما تتلقاهاش، راه ما كاينش، راه خارج، راه هنا، راه لا يدي فيك ويجيب فيك. دابا انا من غادي واخا، دابا واخا طاحت وصبناها انا من غادي واخا، شكون غادي ندير دابا؟ بي جي دي كارثه داروا في البلاد، كارثه. بس هذا ما كتشوف كرا سميتو خاي، شنقول لك القضيه شويه صعيبه. انا ما تنضرب حتى شي حد، هو شوف هي انتخابات حق شخصي وواجب وطني، من حقي اسمع، من حقي نصوت اللي انا مقتنع به قناعه الشخصيه، ومن حقي ما نصوتش ديك صراحه، من حقي نصوت وحقي ما نصوتش، وميساني حتى شي واحد شي حاجه. غنتقم عليك على الزرق ديالي اللي دارها، وانا خصني يكون بالعمل ديالي يعني باش يدوز ليا وباش هذا، حاله ضعيفه ما عنديش. لا قلت لك انا كان عندي الزرق اللي كنت نتقم عليه، كان هنا عندنا في المقاطعه كنا تنتقموا عليه، هي هذيك من تما ما بقاش نتقم انا كاع من هو، ما بقاش نتقم هذا شي 14 عام هذه ما بقاش نتقم. علاش؟ ما شت ما كان شي ما بقاش نتقم نكذب. هذا الزرق الا بغى يكون معنا صريح يعطينا فاش تكون ويعطي ويخدم لينا وليداتنا، هذا هو وليداتنا ما عندناش حنا عكارين موجود الله. انا من مدينه سلام، ولد حمام شليح، تنسكن حدا مدرسه الصور، وتنطلب خاي نور الدين ينجح في هاد الانتخابات، بغينا لكم التوفيق كاملين والنجاح. حيت ولد حومتنا وتيجي عندنا وتيعطينا التموينات وتيعطي الدراويش مساكن اللي ما عندهمش، وتيجي يشوف من حال الناس اللي هما مساكن ضعفاء، هادشي باش تيعجبنا. انا كمواطنه مغربيه وكنسكن بحكمي كنسكن في الخارج، وبغيت نرجع نسكن نبقى في بلادي نستقر، انا كنسكن هنا في سلا، كنتمنى يحطوا النقطه على وزاره الصحه،
هذا اللي مخوفني انا في الرجوع لبلادي صراحه. يشوفوا وزاره الصحه راه زعما راه شيء زعما فظيع، مشكله كبيره من وبزاف ديال الحوايج. يشوفوا من حيث الشباب حتى هو يخدم، كل شيء باقي خاصنا شويه دي الطرقان، كل شيء خصو يخدموا عليه شويه، وبالخصوص الشباب. انا كنركز على الشباب وكنركز على وزاره الصحه وعلى وزاره التعليم. الرساله اللي غادي نوجهها لهذا السيد اللي غادي ينتخبوا عليه وغادي ينجح، كنطلب منه يركز على الشباب، حيت الشباب هو المستقبل. الشباب هو المستقبل صراحه، يركز عليه تركيز قوي ويركز على وزاره الصحه. راه حنا ضايعين مكرفسين بزاف في السبيطارات. انا كمواطنه جيت لبلادي ولكن ما نقدرش نمشي للسبيطار نتعالج، مرات ما نقدرش نمشي لان ما كايناش الرعايه النهائيه. اذا غنضطر نرجع لاسبانيا، اذا ما عمرنا غنفكر نرجع لبلادي. يركز على 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 التعليم، التعليم ضايع بزاف. لا 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 زعما مشكل كبير، وهادو هما مهمين. الا كان عندنا الصحه وكان عندنا التعليم وكان الشباب ديالنا غادي يطور من الثقافه ديالو، يطور بداكشي اللي كيعرف او الدبلومات اللي عنده يخدم به ويلقى يعني يلقى فرصه للخدمه ديالو، راه البلاد غادي تتغير نهائي، غادي تتغير بالطوطال، غادي تتغير بصفه عامه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.